نرجع تاني مباراة القمة وبنتكلم 124 وحديث مطول بصراحة عن النهاردة، لأن أنت عندك ضغط على الجانبين يا كريم، عندك كل فريق من الفرقتين عايز يثبت نفسه، يعني زي ما بتقال كده مباراة أكون أو لا أكون. فريرا مستعد إلى حد كبير، يمكن أكبر كمان من أو أكتر من الأهلي، وتيجي تبص كده أنت عندك سكواد كامل، طبعا في غيابات كتيرة جدا، بس عندك مدير فني وعندك وعندك. على الصعيد الثاني عندك مهمة فيها تحدي كبيرة جدا، كابتن سامي قمصان ربنا يوفقه إن شاء الله، وهو قدها وكلنا في ظهره صراحة، ولكن برضو في نفس الوقت انت عايز تخلص كل الماتشات المؤجلة، عايز تحصل على النقاط بتاعتك، عندك يعني لسه ليلة طويلة، ولسه يعني زي ما بتقال كده تفاصيل محتاج ان انت تركز عليها جدا النهاردة في هذه القمة المنتظرة. وبرضو هرجع واقول تاني يا كريم، انا عايز اشوف كرة ممتعة، طبعا انا عايز افوز، بس انا عايز اشوف كرة ممتعة، يعني مسابقة الدوري قبل ما نتكلم برضو عن النتيجة، وان احنا دايما بنلعب على الفوز، اقتناس الثلاث نقاط عشان نستعيد اللقب اللي احنا يعني تعودنا عليه، واللقب زي ما بتقال المحبب لينا وللجماهير. عايزين نوجه رسالة برضو مهمة لنفسنا وللجماهير، عايزين كل واحد يشجع فريقه بس. معلش أنا ممكن كلامي ده شوية يبقى تقيل على بعض الناس، بس احنا لازم نقوله لأن ده دورنا، عايزين كل واحد يشجع فريقه بس، لا نسخر من الفريق التاني، لا نستنى غلطة من الفريق التاني، لا نتمنى الإصابة للفريق التاني. دي كرة قدم، المنافسة بتكون داخل الملعب وبس، وشكرا على كده. عايزين روح رياضية، عايزين تشجيع أكيد مثالي بين الجماهير، كمان محتاجين ندعم فريقنا في مهمته النهاردة إن شاء الله، وندعم كابتن سامي قمصان المرة التانية، وأكرر كلامي، الأدار مباراة إسترن كومباني بصراحة الحق يقال بشكل مثالي جدا، وشفنا عودة الروح اللي يمكن جبنا بيها 4 أهداف وكانش متوقع، يعني إحنا كنا بنقول يوم الأربعاء قبل الماتش يا رب يعني نخلص كده بهدف أو 2 بالكتير، لكن كانت مفاجأة كبيرة جدا. طب إحنا ليه كنا بنقول كده؟ عشان عندنا ظروف، عندنا كان غيابات سواء للإصابة أو غيابات طبعا للعناصر الدولية اللي عندنا، لكن الحمد لله تفاجئنا بأداء أكثر من رائع، وزي ما بتقال كده يعني أداء ولا أروع أصلا، وده اللي احنا عايزينه إن شاء الله في ماتش النهاردة. نتمنى كل التوفيق، ولازم يكون في ثقة، وأنا تابعت كده امبارح بعض اللقاءات المختلفة اللي كانت معمولة من بعض جماهير الأهلي، عفوا جماهير مصريين، بيقول لك أنت تتوقع فوز الأهلي والزمالك، طبعا كل واحد بيشجع فريق بيتوقع الفوز ليه، لكن كان في كلام عقلاني جدا برضو، ناس كتير كانت بتتكلم ان في غيابات يا كريم، عندك اصابات، عندك حاله توتر اصلا للفرقتين، مفيش ستابيليتي شويه، فبرضو انت لازم تبقى داخل كمشجع للزمالك او الاهلي عندك هذه الصوره. على كل خير، على كل حال خير ان شاء الله النهارده.